2009 كانت اتفاقية ثانية، و 2015 اتفاقية ثالثة، وبدا وحدة سبحان الله العظيم تنزع على أرض الواقع. ولكن أنا سوف أتحدى الجميع، سوف أتحدى الجميع وأحارب الفقر، وغادي نديرو مجهودنا. والغرض عندي من هادشي كله هو أنني نخلي البسمة، نخلي البسمة وكاملين، نخليو البسمة كاملين، لأن ما تحموش ما كيخدمش بوحدو. إلا ما كانوش هاد الإخوان ما يمكن ندير حتى شي حاجة. وكنشكرهم وكنشكر السيد العامل، لأن الناس تتبين بأن عندهم غيرة. والمجلس البلدي أنا ويا مخيمين في الداخلية وفي القطاعات الأخرين، ونطلبوا ربي يعاوننا، والله لا يجيب عاوتاني شي سميتو، لأن كنسبقو فهمتيني لي جورنو في المادة وسميتو بقى حتى حاجة ما وصلات. عندنا العدمية، وهاد العدمية يا ربي السلامة. احنا مع الإخوان وكنحترمهم، وكاينين ناس الله يحفظ لهم الدار وعندهم غيرة عند البلاد وباغين وباغين وباغين، ولكن كاينين شي وحدين أخويا، أش نقول لك؟ الله يهديهم.